خير مشاهدينا، واهلا بكم معنا في لقاء جديد مع اسره جديده. بنتعرف على افرادها، بنقترب منهم، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع ايه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والاسر المصريه اللي بتساهم في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. بطلة حلقتنا اليوم هي مقاتلة من الطراز الأول، تزوجت في سن مبكرة لتنجب ابنتها الوحيدة التي سرعان ما صارت طفلة يتيمة بعد وفاة الأب وهي بعد في الثالثة من العمر. وتقوم الأم بتربية الابنة مع الاستمرار في عملها كموظفة ومع تكملتها لدراستها العليا في الوقت ذاته، لتعيش حياة شديدة الصعوبة بإيقاع لا يتحمله الكثير من الرجال. ومع الوقت تبدأ الأم المقاتلة في جني ثمار تعبها المتواصل، فتحصل على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه، وتبدأ التدريس في الجامعة لتترقى فيه بسرعة مذهلة حتى تصل لمنصب العمادة، وتتواصل الثمار بتخرج ابنتها لتتحول الأم المقاتلة إلى جدة تستمتع معظم الوقت بالاسترخاء مع أحفادها، وهي ترى حجم إنجازاتها التي استثمرت فيها أهم ما يمتلك أي إنسان، استثمرت حياتها. اهلا بيكم مره تانية. اسمحوا لي ان انا اقدم لكم الاسره اللي معانا النهارده، وهي اسره على فكره غير تقليديه، لكن في نفس الوقت الام هي عائل الاسره، وباكينام او الابنه هي نقول عماد الاسره. الام نموذج لكل ام مصريه قويه طموحه، قايمه بدور الام والاب في نفس الوقت. احنا معانا النهارده اسره الدكتوره نجوى إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية وعميد سابق بأحد المعاهد الخاصة، واللي بنرحب بيها، منورانا. ربنا يخليك، أهلا وسهلا، أنت حضرتك اللي منورة الدنيا. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. ومعانا بقى الإبنة باكينام فؤاد، أهلا بيك يا باكينام. معانا الأحفاد كمان النهاردة اللي هم بقى هيقدموا نفسهم، اتفضل. أنا اسمي عمرو. أهلا بيك يا عمرو. سنة كام؟ في سنة 6 ابتدائي. أهلا بيك. ومعانا بقى أنت طبعا صغير. انا اسمي ياسين وانا في سنه ثالثه ابتدائي. اهلا بيكم. خلينا نقول ان انا يمكن ما قلتش حاجه لسه في المقدمه اللي انا قلتها، لكن حقيقي الام المصريه يعني في احيان كتيره جدا بتقوم بدور الام والاب، في نفس الوقت بتحافظ على طموحها وحلمها، بتقوم باكتر من دور في نفس الوقت. حضرتك ترملتي في سن صغيره، حاجه و30 32 سنه 32 سنه، يعني صغيره سن. أيوة. صغيره. أيوة. قوي يعني. تخطيتي الاحزان بسرعه نسبيا يعني، وصلتي العمل والطموح، وكنتي بتربي بنتك في نفس الوقت، ومش كده بس، وصلتي دراساتك العليا. نقول هنا الإحساس بالمسؤولية استمدتي القوة دي منين؟ طبعا أي ست تلاقي نفسها بتواجه الظروف اللي أنا واجهتها وأنا في سن صغيرة جدا، لازم أنها بسرعة تعلو على الأحزان وتكمل. يعني أنا عندي القدرة دي الحمد لله. لازم تبقي قوية، ولازم تقدري تعيشي، ولازم تقدري تواجهي الظروف اللي أنت أيا كانت الظروف اللي أنت هتواجهها. ففعلا انا ترملت في سن صغير جدا، حوالي 32 سنه، ولان جوزي توفى عنده 37 سنه، وبنتي كان عندها 3 سنين، يعني انا اللي قدمت لها للمدرسه صغيره خالص. بدات يعني عايز اقول لك انها القصه من اولها، البنت كانت لسه سنتين ونص 3 سنين، فانا اللي قدمت لها للمدرسه وكنت بشتغل. يعني انا عايز اقول لك ان انا مريت طبعا في اماكن كتيره جدا جدا. لا انا لما اتكلم عن الوظيفه انا عندي سؤال بحب اقوله. تمام تمام اتفضلي. بحب اعرف، اسره جميله قدامي ما شاء الله ربنا يخلي، يعني بدايه التعارف بينك وبين بابا باكينام. كان لي صديقه خطيبها كان معيد في زراعه عين شمس،
واول ما خطيبها شافني فقال لها يعني دكتوره نجوى، لا ما كنتش لسه دكتوره، نجوى فيها كتير قوي من فؤاد. عرفونا ببعض وحصل النصيب. هو كان طبعا معيد ودرس، عمل ماجستير ودكتوراه، بس يعني جاله المرض الخطير دوت ومات صغير قوي. ايوه الله يرحمه. الله يرحمه. القوة هنا بقى أو الجزئية الغريبة إن أنا قلت إنك نموذج، لأن المرأة المصرية فعلا فيها النموذج ده، اللي بتقوم بأكتر من دور، بتهتم جدا بتربية ولادها، لو قدرت كمان إنها توصل طموحها بتواصل. حضرتك ما اكتفيتيش تشتغلي، اشتغلتي زي ما كنت لسه تبدأي تحكي في أكتر من وظيفة، غيرتي مسار تماما الوظيفي وحصلتي على ماجستير ودكتوراه وأنت بتربي باكينام، ووصلت للعميد. فنقول الطموح هنا ما كانش له سقف، يعني انت كان ممكن تشتغلي وخلاص ما دام في عائد كويس وتكتفي بكده. هنا الطموح بقى ده سببه ايه؟ قبل ما اتكلم على طموحي والمجهود اللي انا بذلته، لازم اشكر بالخير والدتي الله يرحمها، لان لما توفى جوزي وانا في سن صغير قوي، هي رفضت ان احنا نعيش لوحدنا واستضافتنا عندها في البيت، وبصراحة ده ساعدني جدا 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 في حياتي العملية والعلمية، لأن البنت كانت صغيرة وأنا عشان أروح أقعد في مكتبة، طبعا ما كانش فيه زي دلوقتي الإنترنت والتكنولوجي والحاجات دي، عشان تحضري الماجستير خلصت وأنا قبل ما يموت جوزي يعني. إنما عشان أحضر الدكتوراه كنت عايزة تفرغ، وأنا كنت بشتغل يعني. نتكلم عن الناحية في الأول التعليمية يعني كملت إزاي، فاكيد امي ساعدتني الله يرحمها كتير جدا جدا جدا، لانها انا تفرغت بالنسبه للدراسه، وهي كانت مخليه بالها طبعا من بنتي اللي احنا كنا عايشين معاها في البيت. عملت الدكتوراه، وبصراحه جات لي فرصه كويسه قوي 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 اني ادرس في احد الجامعات الخاصه عن طريق استاذ ليا، استاذ علوم سياسيه، ورحت درست هناك. وبعدين عرفت ان انا حتى لو انا في وظيفه خارج الجامعة أقدر أقدم عشان أترقى وأصل لأستاذ مساعد أو أستاذ. طبعا دي كانت معلومة بالنسبة لي خطيرة، لأن أنا متصورة أن هيئة التدريس هم اللي عندهم الفرصة دي أن هم يكملوا لغاية أستاذ. طالما أخدت بقى درجة أستاذ مساعد أو أستاذ، ده بيأهلك أنك ممكن تاخدي بوست في الجامعة، وده اللي حصل الحمد لله. أنا كنت شغوفة بالعلم، شغوفة جدا بالدراسة، ما كانش بالنسبه لي احب اروح سينما ولا احب اروح نادي، لا يعني كانت سعادتي كلها اني امسك كتاب اقعد اقرا طول عمري، احب اقرا وادرس. ففعلا ان انا كنت بحضر مؤتمرات كتيره، بقدم بيبرز، بنشر دراسات وابحاث ليا في مجلات علميه، ده اهلني ان انا لما جيت اقدم على الاستاذيه ما قدمتش مرتين، ما قدمتش استاذ مساعد واستاذ، لا انا قدمت الاستاذ مره واحده، أستاذ مساعد 5 أبحاث عشان تاخدي أستاذ 13 بحث للفترة اللي أنا قدمت فيها 2007. يعني أنت أخدت درجة أستاذ مرة واحدة، وده أهني وأنا كنت بدرس في الجامعة بجانب شغلي وعملي الوظيفي في مجلس الشعب، لأن كنت شغالة في مكتب رئيس مجلس الشعب، كان دكتور سرور أفتكره بكل خير طبعا، دكتور فتحي سرور، كان دكتور فتحي، أنا قعدت معاه 20 سنة في مكتبه، وعايزه اقول لك ان هو كان بيساعدني ان انا ادرس في الجامعه، وقال لي انا حاسس كده ان انت معايا في المكتب هنا جراج، وانا موافق يا ستي يلا، انا مبسوط ان انت تبقي في الجامعه. وفعلا فنقول ان في شخصيات برضو ساعدتك يعني. حضرتك الدكتور سيد الهيوة اللي دخلني الجامعه الله يرحمه، ما انساش ان هو يعني هو ده اول واحد فتح لي الباب اني ادرس في الجامعه، دكتور فتحي سرور استاذي واشتغلت معاه 20 سنه، وراجل على خلق، وطبعا مش هتكلم من ناحيه العلمية، لكن هو إنسان محترم جدا. ساعدني، ما وقفش ضدي أبدا، وكان بيوافق لي أن أنا أدرس في الجامعة. ففي بقى بوست فضي في أحد المعاهد الخاصة، عايزين عميد، وطبعا أنا مش بالي، عايز أقول لك أن تلميذة عندي قالت لي يا دكتور قدمي، وهقول اسمها ياسمين صاب، دكتورة، هي دكتورة دلوقتي بس هي أحد تلاميذي، قالت لي دكتور قدمي إن شاء الله ممكن تبقي عميدة. قلت لها يا بنتي انا مش في دماغي الكلام ده، قالت لي لا قدمي، وقدمت. وعايزه اقول لك ان انا يعني في الاول تبوأت منصب الوكيل، ودي حاجه كويسه اداريا، ما تخشيش على العميد مره واحده،
يعني لازم الصعود طبعا التدريجي انت مهم. عشان تفهمي المعهد اللي انت فيه ومشاكله وتقربي من هيئة التدريس وتعرفي كل حاجة، تعرفي الكنترول ماشي ازاي، تعرفي كل ده. دايما لما بيقال في اي بوست جامد ان تروحي المطبخ ابتدي من تفهمي الاول، دايما ابتدي من الاول، انا كنت تبقي بدرس، فاهمه. كنت بدرس، فكان المواد اللي انا بدرسها بسلم امتحاناتها ومش مسؤولة عن حاجة غير كده. لكن لما بقيت وكيلة لا، فهمت الشغل ماشي ازاي والعلاقات ازاي ومشاكل المعهد ايه. قعدت حوالي سنة ونص تقريبا، ثم تبوأت الحمد لله منصب العميد. قعدت سنتين في المنصب العميد، وأنا والحمد لله انتهت في سبتمبر اللي فات. أنا دلوقتي أستاذة علوم سياسية في المعهد ده، وسعيدة جدا بالفترة دي بكل ما فيها، وسعيدة بالطلبة بتوعي اللي احنا حضرتك ممكن نتكلم عليهم اختصرتي بعد كده. سنين شقى وكفاح ودراسة ومذاكرة عمر في يعني في 10 دقايق، لا احنا هنرجع يعني نقف عنده تحت في محطات كتير عايزين نقف اتفضلي. عندها، بس المحطة اللي عايزة أبدأ بيها باكينام وابنة وحيدة ويوم جوازها بقى. يعني دايما الابنة الوحيدة بيبقى ليها معزة وارتباط بينها وبين الأم قوي، كان زي أي أم الـ يعني الحزن مع السعادة مع، ولا كانت لحظتها ازاي؟ طبعا باكي دي بنت عمري يعني. طيب خلينا نتكلم. لا يعني طبعا من يوم ما جت، انا اولا ما كنتش عايزه اولاد كتير، عايزه اقول لك يعني انا من زمان خالص، وانا مره كنت راكبه القطر ولقيت ست قاعده معاها بنت، بس لها قوي كده قلت يا رب يجي لي بنت، انا مش عايزه غير بنت، وربنا حقق لي حلمي، ايوه ربنا اداني فعلا. وما كنتش يعني عايزه، حتى انا انت ما مش كنتيش من عايزه الناس اللي بفكر في عيله كبيره وحاجات، لا انا كان حلمي ان انا يجي لي بنت، وربنا اهداني باكينام. طبعا يعني هي على فكره ما تعبتنيش ابدا ابدا شكلها ابدا، باين. هاديه جدا، بتسمع الكلام جدا، كانت شاطره في المذاكره بتاعتها، عمري ما خدتش دروس خصوصيه غير يمكن في الاخر خالص في الثانويه العامه، وكانت للمساعده ما هيش محتاجه قوي، فكانت شاطره الحمد لله، ولا اخلاق تعبتني ولا دراسه تعبتني. طبعا يوم فرحها ده كان اجمل يوم في حياتي يعني. لا واضح ان كان في حالة حزن برضو للفراق لا يعني. والله، والله مش يعني انا مش من الام، في امهات اللي بيبقى عندهم طفل واحد سواء ولد او بنت، يبقوا عايزين العمر كله ان يبقى معاهم، وحتى لما يتجوز ده يبقوا هم يمكن حياتي مشغوله بالدراسه وبالشغل والحاجات دي، مش زعلانه انها اتجوزت، بالعكس فرحانه جدا. كان أي يوم سعيد بالنسبه لي ان قدرت الحمد لله اكمل مشوار لاخره، وانها ربنا اكرمها بانسان محترم جدا اللي هو الباشمهندس محمد صلاح نقول المصلح. ان انت كسبتي ابن مع كسبت ابن وطبعا يعني لا ما كانش يوم حزن ابدا، عايزه اقول لك طبعا دمعه صغيره كده للحظه الخطيره التاريخيه أيوة. اللي احنا عايشينها، لكن كنت سعيده جدا، كنت فرحانه انها كنت هيبقى حاسه لها ان انت بيتها خلاص بقى وحياتها. كده اديتي الرساله لا كنت وهاتي لي بقى ريلاكس، فتره كنت ريلاكس هدوء وكنت هاديه، فرحانه ان بنتي قدرت ان انا لوحدي امشي معاها المشوار الطويل ده مش حاسه واوصلها ان لغايه بيتها. طموحك ممكن يكون جه على حساب باكينام او هي باكي. بقى اللي تقول ترد على باكي السؤال ده. اشتركي معانا بقى قولي رايك هي بصراحه. تقول لي. لا انا ما حسيتش ابدا ان ماما قصرت ناحيتي في اي حاجه. مش بمعنى قصرت، لكن نقول كنت تتمني انها تتواجد معاكي اكتر. هي كانت متواجده معايا في كل حياتي، اي استشارات سواء من ناحيه اصدقائي او من ناحيه ساعه الجواز لما اتعرفت على جوزي محمد كانت صلاح. بتعرف توفق يعني انت شايفاها وفقت. كانت عقلانيه جدا وكانت بتعرف توجهني صح، لان احنا دايما العلاقه بينا كانت صداقه اكتر من انها ام وبنتها، ايوه فمكنتش صداقه، رغم ان ماما يبدو عليها القوه قوي يعني، او مش عايزه اقول السيطره، بس يعني مش عارفه يعني كان في هنا الصداقه فعلا بينكم اكتر من يمكن ناس كتيرة يشوفوها من بره كده، بس داخليا بيني وبينها لا، انا دايما بحس ان امي هي الصديقة الاولى بالنسبة لي. ايوه يعني اي مشكلة بقع فيها، اي حاجة مضايقاني، ببقى هي اول واحدة بفكر احكي لها واستشيرها يعني. ورثتي من ماما طموحها بقى وقوتها دي، عشان انا شايف في اختلاف تقريبا في الشخصيه. يمكن شخصيتي اهدى يعني، اهدى شوية، بس فكرة قوة الشخصية او بمعنى يعني ادق الاستقلال. انا ماما علمتني ازاي ابقى اندبندنت، ازاي ابقى مستقله، ازاي اقدر اعتمد على نفسي، ازاي اقدر ما اعتمدش دايما على اي حد يعمل لي اي حاجه، انا ممكن اعمل لوحدي.
وده لان انا شفت ماما بتعمل كده. يعني في التربيه كنت مركزه على كده من خلال وجهك في الحياه، لقيتي ان بنتك لازم مهم قوي تتعلم الاستقلال وتتعلم تعتمد على نفسها وتبقى قويه، مش كده؟ انا عايزه اقول لك ان يمكن امهات كتير جدا في المذاكره لازم يقعدوا جنب ولادهم يذاكروا لهم ويسمعوا لهم. انا في بدايه الدراسه بالنسبه لباكي كان لسه حاله الوفاه كانت لسه حاصله، فما كنت بشتغل الصبحيه طبعا في وزاره الاعلام، وكنت بعد الظهر بروح وكاله انباء لان انا مترجمه، كنت بترجم. أي. فهي كانت بترجع من المدرسه تتغدى وتنام وتصحى تذاكر وتعمل كل حاجه، وانا لما ارجع بالليل قبل ما تنام بعشر دقائق، هيا باكي وريني ذاكرتي ايه، لو محتاجه حاجه اعملها لها ولا حاجه. فهي كانت بتقعد تطلع حاجتها وتشوف وراها ايه وتذاكر لوحدها، فهي اتعلمت الاستقلال. ايوه. وما تعبتنيش، يعني انا ما افتكرش غير ان انا مجرد اسمع لها او امللها. ايوه. او لو في حاجه مش فاهمها اشرحها لها، لكن مش زي الامهات اللي بيقعدوا كلمه بكلمه يذاكروا مع اولاد. هي كانت مستقله تماما. كشخصيه هي ما شاء الله عليها فعلا، يعني هي يمكن هاديه شويه. على فكره انا بيبان عليا ان انا قويه وانا مش قويه قوي. لا ما هو على فكره باين، يعني باين عليك ان انت مليئه بالمشاعر. عايزه احكي لك ان يعني بيبان ان انا قويه، لكن انا من جوايا مش بالقوه دي. على فكره دي دايما بتبقى سمك. قوتي ايمان، ممكن اسم اول حاجه قوتي ايمان. لا انا عايزه اقول ايمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا قويه بالله. يعني بحس ان ربنا واقف جنبي في كل حاجه، بيساعدني في كل حاجه، بينجيني من حاجات فيها مخاطر، فانا قويه بربنا سبحانه وتعالى. انا عايزه ده سر قوتي على فكره. لا انا عايزه اقول لك مش فكره قوه، احنا بنضطر نحط ماسك. احنا اللي هي الام اللي بتلعب دور الام والاب، واللي اضطرت تشتغل وطموحه ونزلت تشتغل وتتعامل مع الناس، بتضطر تحط ماسك القوه ده وتدعي القوه احيانا، لكن ده بيبقى عشان تتعامل مع الحياه. فدي بتبقى سمه مشترك بين كل الامهات اللي عندهم نفس الظروف. انا ما بدعيش والله، انما هي اي ناس بيتعاملوا معايا بيحسوا ان انا امراه قويه. ايوه. يعني انا ما بدعيهاش. القوه المطلوبه. يعني هي القوه بتيجي من لما تيجي تتعاملي مع الناس، بيحسوا ان هم قدام يعني كاركتر قوي. ايوه. فدي بعتقد ان ده كرم من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ودي سمه موجوده القوه دي علشان ظروف الحياه برضو بتشكل أكيد. الشخصيه أكيد. يعني. اكيد. خلينا بقى نتكلم مع عمرو وياسين. عايزه اعرف بقى حد عنده موهبه، حد بيلعب رياضه. نبدا بعمر كبير. يعني انا بلعب باسكت بول وبلعب تنس. الله عليك. وبتذاكر في نفس الوقت؟ تعمل كل دول؟ طب وتنظيم الوقت بتعرف تعمله كويس؟ شاطر يعني؟ ودرجاتك حلوه؟ طيب وبالنسبه لياسين؟ هو انا بحب الموسيقى وبتعلمها وكان بلعب كورة. بتلعب كورة برضه. انت شكلك هتطلع فعلا فنان موسيقي، مش كده فاكرة؟ هو بيحب البيانو قوي، ويعني هو بيتعلم، بيروح حتى بيدرس بيانو، وهو يعني اذنه موسيقية جدا، وبيموت في عمر خيرت، ويعني هو عنده الحتة دي فعلا قوية قوي. شجعتي فيه او كان ليكي اكيد سبب يعني في ان هم يبقى فعلا عندهم كل واحد موهبه يكون بيلعبوا رياضه، شايفه ان ده لا يقل اهميه عن الدراسه؟ لا خالص، بالعكس انا حاسه انه اهم من الدراسه بكتير. كون ان هم يحسوا بشخصيتهم او بان هم بينجزوا في حاجه غير الدراسه، دي انا شايفاها مهمه قوي، خاصه بالنسبه للاولاد يعني. وفي السن ده ومهمه لتشكيل الشخصيه أول. جدا جدا بتعلمهم ازاي يعبروا عن نفسهم، وفي نفس الوقت ازاي بالنسبه للرياضه ازاي يتعاملوا مع فريق او مع مجموعه، ما يحسوش بالانانيه. فانا شايفه ان دي حاجه مهمه. بالنفس بتلاقي الشخصيه مختلفه تماما، شخصيه الرياضي او اللي عنده موهبه بتلاقي الشخصيه مختلفه. بالظبط يعني. بالظبط. انا بحاول دايما اي حاجه بلمسها في اي حد فيهم بحاول اعمل لها بوش علشان يمكن في يوم من الايام يطلع حاجه. يطلع حاجه. يعني انا شايفه ان انت اخترتي كمان الدراسه صعبه، العلوم السياسيه. عشقي. يعني مجال مش سهل. انا بعشق العلوم السياسيه، انا مختارها عن حب يعني. وطبعا في الاول مجموع، لان انا كنت طالعه الثانيه على مدرستي، وكان هي دي كليه القمه.
لكن لما دخلت وبدأت أدرس لقيت نفسي على طول رايحة للسياسة وشغوفة بأن أنا أقرأ فيها وشغوفة أن أنا أتابع الأحداث وكده. فأنا مش يعني العلوم السياسية بالذات لازم تكوني حبها قوي عشان تدرسيها، لأن هو مجال مش سهل. صحيح أن دلوقتي الشعب المصري كله أي واحد بيقدر يتكلم في السياسة، لكن كدراسة لا هي صعبة مش سهلة. احنا بنتكلم أي واحد في الشعب المصري بيتكلم كأحداث. على أحداث أحداث وبيتكلم بصورة سطحية يعني تبقى عنده الأساسيات. أيوة مش متعمق يعني. لكن أكيد نظرتك لأحداث كتير سياسية وعالمية مختلفة عن نظرتي، عن نظرة حد مش دارس يعني. بيبقى ليا طبعا يعني لا لازم أتابع رأيك بقى عشان الطلبة، عشان المشهد السياسي بقى ملعبك قوي، بقى معقد جدا، بقيتي بتشوفي أحداث وبتلاقي لها أكتر من تفسير ومش عارفة إيه الصح ومش فاهمة السبب الحقيقي، خصوصا لو هتتكلمي عن السياسة العالمية، عن اللخبطة على المستوى العالمي. فنظرتك إيه يعني؟ ليه المشهد بهذا التعقيد يعني؟ هو عالميا طبعا لغاية 1991 طبعا كان في معسكرين، وبعد ما انهار الاتحاد السوفيتي بدأ النظر يروح مين اللي هيقود العالم، هل هيبقى عندنا توازن بين دولتين كبار ولا هيبقى في دولة واحدة بتتصدر المشهد السياسي، وكنا متصورين الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي هتتصدر هذا المشهد. لكن الأحداث والوقائع اللي حصلت وكده بتبين لا، إن مش أمريكا هي أقوى دولة، بالعكس في دول كتيرة جدا قوية، وفي عندنا الصين، عندنا اليابان، عندنا ويمكن دي قوة اقتصادية أكتر. ولو أتيحت لها فرصة إنها تشارك في النواحي السياسية ممكن تكون فعلا من أقوى الدول يعني. الاتحاد السوفيتي طبعا صحيح انهار، لكن روسيا موجودة، وروسيا لغاية دلوقتي احنا بنشوف بوتين المواقف بتاعته قوية ازاي، وبيحاولوا دايما يعملوا نوع من التوازن مع السياسه الامريكيه. فهو يعني هو طبعا هي دايما هو حصل في مساله تغيير. توازن القوى هو يعني كل واحد بيحاول يلعب دور ريادي على المسرح السياسي. لكن يقدر يعمل كده ولا ما يقدرش يعمل كده، هو ده السؤال. ايوه. من خلال تدريسك للجامعه، قبل ما اتكلم عن علاقتك بالاحفاد، لا تدريسك للطلبه، بتلاقي في اختلاف في الاجيال ومستوى الاجيال؟ في تفاوت بين أكيد. جيلك والاجيال اللي بتدرسي لها لا، اولا مجرد حضرتك ما تخشي تدرسي للطلبه بتحسي انك قدهم من سنهم. يعني ما تحسيش بفرق العمر ده خالص. انما هو الاسلوب التدريس ازاي، هو ده المهم. لازم تحاولي تعملي معادله صعبه جدا، والحمد لله يا رب انا نجحت فيها. المعادله دي ان الطلبه بتوعك يحبوكي جدا ويحترموكي جدا، ها، ولكن يخافوا منك، يعملوا حسابك. يبقى في حب، ها، وفي احترام، يبقى انت صديقه بالنسبه لهم، لكن برضو في خط احمر ما يتعداش. عملتيها مع باكي اصلك، فانت بدات في البدايه مع باكي وبعدين تبقطيها على الطلبه. فهي دي. اما بقى اسلوب التدريس طبعا تحبي نتكلم فيه، ياريت. انك انت ما يبقاش الكتاب هو مصدر المعلومه، يعني انت بالنسبه لك ليكي دور تربوي، والدور التربوي مش ان مجرد ان انت ملقنه للعلم، لا. انا بهتم جدا مع الطلبه بتوعي ان لو قدرت ان انا اقومهم سلوكيا بعمل كده. يعني لو ليا ملاحظات على السلوك، طريقه اللبس، طريقه الكلام، بتبقى جزء من المحاضره، لان انا نفسي ان الطلبه دول لما يتخرجوا ما يبقوش مجرد ان هم متخرجين من معهد كذا او من كليه كذا، لا. أنا عايزة إن هم يشرفوا نفسهم ويشرفوا عيلتهم ويشرفوا المعهد اللي متخرجين منه. فأنا بهتم بالعلم زائد السلوكيات والأخلاق. الله عليك، إحنا ده أجيال مش هتتعوض. يعني ما بقتش موجودة. يعني رغم إن الوزارة اسمها تربية وتعليم وده المفروض يحصل. لكن العملية التعليمية ودور المدرس ودور الأستاذ ما بقاش يتأدى بالطريقة دي. يعني وما بقتش برضه ما تكتفيش بانك تدرسهم من الكتاب، يعني تحاولي انك انت، لان الكتاب ممكن يتغير 10 15 سنه، الماده ما بتتغيرش، العلم ما بيتغيرش، انما النواحي التطبيقيه والاحداث اللي بتحصل. انا كنت مثلا بدرس ماده اسمها سياسه خارجيه، ما بعتمدش على الكتاب بس، الكتاب بديهم المعلومات اللي هي الداتا العلميه اللي لازم يعرفوها. يعني ايه سياسه خارجيه؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ بتنطوي على إيه؟ لكن كنت بحاول إن أنا أمشي مع الأحداث اللي بتحصل، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قانون جاستا اللي أصدره الكونجرس الأمريكي،
كل دي احداث موجوده راهنه لازم تتربط بالمقرر عشان الطالب ما يبقاش عنده المعلومه الجامده اللي موجوده في الكتاب بس. أيوة. لا لازم يكون مواكب للاحداث الجديده. بالطريقه دي بتحولي العلوم السياسيه من علم جامد تقيل جدا على اي طالب لعلم ممكن يعشقه زي ما بتعشقيه. الحمد لله. يعني طريقه ربط الاحداث ان احنا كمواطنين دايما في اي مجال بنتكلم فيه احنا لازم نتوجه للمواطن بالكلام في الحاجه اللي تهمه اللي بيحتك بيها يوميا ويتساءل عنها في حياته العاديه بعيد بقى عن التنظير. فحضرتك بتقدم لهم كده يعني تربط لهم المشاهد فعلا اللي بتحصل بالعلم او بالمواد يعني دي رسالتنا لانه لو احنا كمان الطالب يمكن طالب دلوقتي يعني كمان طالب الفتره اللي فاتت يعني هو مش عايز الحاجه الجامده هو عايز الحاجه اللي حاسس بيها اللي عايشها ايوه عشان يقدر يستوعبها بالزبط. فانا لما ابتدي اكلمهم على احداث هم معصرينها وعايشينها وسامعينها واربطها بالمعلومات اللي موجوده في الكتاب اكيد ده هيكون عنصر جذب بالنسبه للطالب. بس حضرتك درستي لاكتر من جيل فانا بسالك لا مش للدرجه دي انا بدرس من سنه 96 96 اه ده الاجيال مؤخرا او جيل يعني بس الفتره لو هنتكلم مش على اخر جيل اللي هو فضل. يعني في اختلاف مش كده؟ لا هو انا الاختلاف مش شايفاه في الاجيال مش انا كان نوعيات لا بقول لك لا نوعيه الطالب بتختلف مش الاجيال انا مش دي اللي انا حاسه بيها مش حاسه ان في ان انا درست الجيل وجيل تاني لا انا درست النوعيات مختلفه بيختلف الطالب ده ما درستيش عن ده التعليم عن ده. العام مثلا ف لا ما هو المعاهد يعتبر المعاهد يعتبر زي تعليم عام المعاهد يعتبر تعليم لكن برضو مش كل الطلبه اللي موجودين في المعاهد بنفس المستوى ايوه في طلبه عندي ممتازين وثقافيا واجتماعيا واخلاقيا في طلبه صعب قوي انك تتعاملي معاها يعني لكن لازم تعملي نوع من ادابتيشن كده بحيث انك انت تجذبيهم في المجال بتاعك ايوه فهي فرق مستوى الطالب لكن جيل لا ايوه طيب يعني حضرتك بتعتمدي دايما في طريقه تدريسك على انك تربطي الواقع بالاحداث بعيد عن التنظير قلنا لكن في نفس الوقت في حاجه مهمه جدا في مصر ومش عارفه كان دايما بتمثل لنا مشكله وهو الاهتمام بالابحاث الاهتمام بالبحث العلمي حضرتك شايفه انه ليه يعني قيمه اساسيه لازم نهتم بيه وان يعني النظره هنا مختلفه شويه للبحث العلمي او الاهتمام بيه فشايفه ايه في تغيير حصل بالنسبه للطلبه النظره للبحث العلمي بالنسبه للطلبه ولا لا انا بتكلم على مستوى المسؤولين يعني اي بحث علمي في ابحاث علميه قيمه جدا لكن الاهتمام بيها المسؤولين مش على المستوى المطلوب شوفي حضرتك لا احنا بدانا ان احنا نعالج الحكايه دي من فتره طويله ازاي لان طبعا في ابحاث قيمه جدا بتتعمل في المراكز البحثية ورسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه لا يتم الاستفادة بها فعادة دلوقتي كتير قوي بيحصل ويمكن مؤخرا أنا حضرت ندوة عن المحليات كانوا جايبين مجموعة هايلة كانوا جايبين ناس من إنجلترا بيتكلموا على فكرة اللامركزية والمحليات وكده وأساتذة بيدرسوا إدارة محلية في إنجلترا بلس كانوا جايبين ناس من مجلس النواب اللي هو اللي هم الاداره اللي ماسكه المحليات المسؤوله عن المحليات اللي موجوده في مجلس النواب بلس اساتذه جامعه ليه بقى علشان يبقى معانا صنع القرار احنا بنناقش بنشوف التجارب الدول المتقدمه ازاي بنشوف احنا طلباتنا ايه بنوصلها لصنع القرار مثل هذه المؤتمرات والندوات اللي بيحضر فيها ناس من الناس اللي بتصنع القرار او بتكون مسؤوله على انها تعمل تشريعات او كده اكيد وهم بيعملوا بيصيغوا التشريع ما بيبقاش عندهم معلومات صماء لا هم حضروا سمعوا شافوا الحديث ايه شافوا الشعب بيفكر ازاي وطلباته ايه فلما يجي يبقى في تشريع اكيد هيضم كل الكلام ده ايوه طيب اسمحوا لنا ان انا ادعوكم وادعو المشاهدين هنطلع لتقرير ونرجع تاني نستكمل حوارنا بطبيعة الحال البحث العلمي ده ضرورة ملحة. واخد بال حضرتك؟ يعني البحث العلمي ما لم يكن هناك بحث علمي وتطور
في العلوم وفي التكنولوجيا والاستفادة من تجربة المؤسسات العلمية كلها أيا كانت على كل المستوى. ملناش مشاكل زي الأول، لأن دلوقتي الحكومة بدأت تهتم بالبحث العلمي. هو بس هو نقص الإمكانيات، الإمكانيات اللي هي إيه؟ يعني أنا مثلا عايز أعمل بحث علمي، عايز آلات، بجيب منين الآلات؟ لازم يتخصص لإيه؟ مادة. إمكانياتنا في الظروف الحالية يعني المخصصات للبحث العلمي بالنسبة لأي ميزانية يعني أعتقد أقل بنسبة كبيرة من المستهدف. يعني هو المستهدف بالنسبة لنا في الفترة اللي جاية إن هو يبقى يخصص قدر أكبر بكتير من الميزانية اللي موجودة حاليا للبحث العلمي. محتاجة إن الدولة ترصد لها مبالغ كبيرة بحيث ان يبقى الناس اللي بتبحث والناس الناس العلماء والناس اللي بتعمل بحوث والكلام ده تجد المال الكافي اللي بيه انها تتفنن ازاي توصل للحاجات العلميه او ان هم يستخدموا النبوغ بتاعهم او القدرات بتاعتهم في ان هم يكتشفوا لنا حاجات كويسه. لازم الدوله تحط البحث العلمي دي اول حاجه، لان البحث العلمي ده هيرتقي بالدوله، لان في باحثين كتير بيهتموا بكل حاجه، بالصحه، بالتعليم، بالطرق، بالاسكان، بكل حاجه. فلازم الدوله اول حاجه طبعا تهتم بيها هو التعليم والبحث العلمي. البحث العلمي النهارده الدوله لها دور كبير قوي في ان هو اصبح في عصرنا الوقت له ازدهار كبير، والشباب والخريجين النهارده عادوا لهم دور كبير في تنميه المجتمع نتيجه البحث العلمي. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا، بنستكمل حوارنا مع الدكتوره نجوى ابراهيم ومع باكي، ونقول البحث العلمي اتكلمنا عنه على مستوى المسؤولين، اهتمام الدوله بيه، في ابحاث قيمه، فدايما بنقول ما فيش نظره ليها الجديه. نقول على مستوى الطلبه بقى، لسه في الطالب اللي بيقعد يعمل بحث قيم فعلا ويقدمه، وبتشجعيهم على كده؟ والله هنتكلم على تشجيع ليهم، وهتكلم على ازاي بنستخدم موضوع البحث ده عشان نجذب الطالب للمادة. اولا بالنسبة للتشجيع ليهم، انا يعني ساعة العمادة عملت المؤتمر الاول لشباب الباحثين، وطلبت من الطلبة اللي عندنا يقدموا ابحاث، والناس اللي هم قدموا ابحاث متميزة انا كافئتهم يعني. فده ازاي ان انا اشجع البحث العلمي على مستوى الطلبة. إنما من ناحية التعليمية، إحنا بنستخدم البحث كوسيلة لربط الطالب بالمادة. يعني يمكن إحنا وإحنا بندرس عندنا في المعهد تقريبا كل الدكاترة بيطلبوا أبحاث من الطلبة. في طلبة ما بيشتغلوش أبحاث خالص، يعني بيخشوا على النت، والوسيلة بقت سهلة جدا بالنسبة لهم، جوجل، ويعملوا سيرش وينزلوا البحث من عليه ويقدموه لك. طبعا احنا بنكتشف الابحاث دي ان ما فيهاش اي نوع من المجهود. في المقابل في طلبه لا بتجتهد وبتشتغل وبتيجي تروح المكتبات موجوده في جامعه القاهره وفي اماكن تانية كتير علشان هم يشتغلوا فعلا قيم وجديد. انا عايزه اقول لك ايه اهميه البحث. انا درست، مش مفروض هقول اسامي، لكن هقول درست الطلبه مش متخصصين في السياسه في اكاديميات وكده، اللي فيها الساين بالنسبه للبوليتيكال ساينس بالنسبه لهم ماينر مش ميجر. فلما بيقعدوا يسمعوكي مش مشدودين. ففي بدايه السمستر لما بكلمهم على السياسه، والله احنا داخلين عشان لازم ننقي ماده ماينر، مش ده الاساس. ابتدي اكلفهم بابحاث يشتغلوا في الابحاث. عايز اقول لك على اخر السمستر ما اقدرش اقول لك ازاي البحث اللي هم عاملينه ده بيربطهم بالسياسه، بيفهمهم حاجات في السياسه هم مش فاهمينها، فبيتحول من طالب ليس له اي اهتمام بالسياسه لطالب مهتم بالبحث السيرش اللي هو عمله، وقد ايه هو اضاف له واضاف للمعلومات اللي عنده بالنسبه للفيلد ده معلومات ما كانتش موجوده عنده قبل كده. بتختلف مشاعرهم كمان تجاهه وارتباطهم، بداوا يرتبطوا بالسياسه بالبحث. بالبحث العلمي. ايوه. طب فده بيغير خالص طالب من طالب غير مهتم لطالب مهتم جدا. ما اتكلمناش عن بتقولوا نناية، بتقولوا تيتا، بتقولوا تاتا. كاتا. وعلاقتك بقى بعمرو وياسين، عاده الجده بتدلع قوي، انت كده ولا مختلف؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه، انا ايام باكي لما كانت طفله صغيره في سن ياسين وعمرو
انا كنت بشتغل كتير قوي بعد الظهر لان كنت نفسيا محتاجه، ان انا مش فلوس الحمد لله يعني، الناحيه دي عمري ما حسيت بيها، لكن كنت بشتغل في وكالات انباء وحاجات كده اهو، فما تمتعتش قوي بالسن الصغير بالنسبه لباكينام. دلوقتي طبعا لا، انا ببتدي مع باكي اتابع المراحل دي كلها اللي انا اتحرمت الى حد ما منها وهي صغيره، لا بشوفها في احفادي طبعا. ايوه مستمتعه بيها جدا، وبعدين احنا اصحاب لدرجه ان احنا لو شفتينا مع بعض في البيت مش هتحسي ان انا جده بالنسبه لهم، هتحسي ان احنا كلنا قد بعض. ايه رايك يا عمرو انت وياسين في الكلام ده؟ بتتابع ايه؟ صاحبه بقى و... يعني بتلعب معاها تتابع زي اللي انت بتشوفه في التلفزيون، تقعد تحكي لكم حكايات بقى و... بجد؟ يعني واحنا يعني ساعات لما نروح يعني نبات عند تاتا، يعني نروح قبل ما ننام تحكي لنا حكايات. انت ممكن يكون عندك يا ياسين انت وعمر حاجه ممكن تقولوها لتاتا ما تقولوهاش لمامي؟ لا احنا الاثنين اصدقاء، لا احنا ولا انتوا اصحاب كلكم مع بعض؟ لا كلنا اصحاب. طب قول لي بقى، هسالك سؤال صعب جدا بقى لو عرفتوا تجاوبوا عليه، ايه اكتر حاجه بتحبها في تاتا وفي ماما؟ تحب تبقى عندك فيك صفه مثلا في تاتا الاول نبدا. انها يعني بتلعب معايا، بتحبني يعني، لا حنينه مثلا، ذكيه، طموحه، بتشتغل، اي صفه فيها تحبها؟ طموح، انها طموح. برافو. وماما بقى ياسين حضر الاجابه انت بسرعه. انا عايزه اقول لحضرتك على ما ياسين يفكر، ان الحمد لله والشكر لله انا تم انتخابي جدا مثاليه في مدرسه الاولاد. مبروك. جايه متاخره يعني، بس مبروك. عايزه اقول لك، لا هي كانت السنه دي يعني. السنه دي اختاروا جدات مثاليات، حوالي كنا حوالي سته، وكنت انا واحده منهم الحمد لله. تستحقي. ربنا يخليك. لا بجد يعني من الكلام اللي هم كتبوه يعني. عني هم كل واحد عمل كومبوزيشن عن جدته، فهم كل عمرو كتب وياسين كتب وحطوا صورتي وكتبوا عني وكده، فهم بيختاروا من واقع الكلام اللي الولاد كاتبينه. الانشاء ده اللي هو الانشاء. يعني بيعرفوهم انا مين وبعمل ايه في حياتي وكده، مين جدتكم. ايوه. فعايزه اقول لك الحمد لله كنت واحده من ست جدات تم تكريمهم في مدرسه الولاد. وده احساس تاني بقى، يعني انت اكيد خدت شهادات ما اتكلمناش لسه عنها. قمه السعاده. لكن ده احساس تاني. ياسين ايه بقى؟ تاتا ان هي كانت بتحب تذاكر. انت بتحب تذاكر برضو؟ لا انت بتحب الفن، مش مشكله على فكره، دي حاجه حلوه قوي برضو. عارفه حضرتك انا احب اضيف بالنسبه لياسين، حبه للموسيقى والفن دي وراثه من جوزي اللي هو بابا باكينام. جدهم بقى يعني. كان دكتور جامعه، كان دكتور في زراعه عين شمس، وكان عاشق للفن وعاشق للموسيقى وعاشق للغنى. ايوه. فسبحان الله ان الوراثه راحت في ياسين، ان هو فعلا بيحب الموسيقى زي جده. وحضرتك بتقولي لي في الشكل كمان ورثوا لون العينين طبعا. لا وباباهم، اصل باباهم برضو عينيه ملونه. لا ما شاء الله. ونشوفهم بقى كل واحد حسب بقى يعني، لو ياسين عايز يبقى فنان كبير نشوفك فنان كبير، وعمرو بقى برضو نشوفه يعني، المهم كل واحد يحقق طموحه ان شاء الله. دراسه مع موهبه. طبعا دراسه يعني ان شاء الله أكيد. يعني عموره احنا شايفين ان هو ساينتست، بيحب جدا الساينس، بيحب العلم، وبيحب كل الحاجات دي. وياسين انجينير مهندس، يعني عايز اقول لك اي حاجه في البيت عندنا فيها مشكله لا ياسين هو اللي بيعملها. ما شاء الله. نرجع بقى للسياسه تاني، وما اتكلمناش عن رؤيتك للمشهد السياسي داخليا ايه، ما لانه معقد برضو. والله احنا طبعا بلد مرت بظروف صعبه جدا جدا، احنا مرينا بثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو، وما كانش من السهل ان احنا نقوم نقف على رجلنا بسرعه. وكمان خلي بالك الفتره دي كانت فيها مظاهرات وما فيش انتاج، وغير بقى المؤامرات المحاطه بينا والارهاب اللي بيستنزف شبابنا ده كله يعني. احنا والوضع الاقتصادي طبعا تعبان نتيجه الكلام ده كله، انت مش قاعده. ولكن انا شايفه ان مصر مقارنه بالدول اللي حوالينا احنا عايشين الحمد لله احسن بكتير 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 من دول شقيقه زي ليبيا وزي اليمن وزي العراق وزي سوريا.
مصر الأوضاع اللي فيها أحسن بكتير. يعني بالنسبة للمؤسسات الدولة يعني بنتكلم على رئيس الدولة مثلا، أنا شايفة أن الرئيس بتاعنا اللي هو عبد الفتاح السيسي فعلا أخذ الرئاسة فترة صعبة جدا، وأنا شايفة أن اتعمل مشروعات قومية هائلة، والنتيجة مش هتبقى من يوم وليلة. يعني احنا عشان نحس بنتيجة مشاريع، مشروع من المشاريع الكبيرة اللي اتعملت مش هنحس بيها دلوقتي، هنحس بيها بعدين. فلكن لازم ان احنا نقدر ان الظروف اللي خد فيها المسؤولية كانت صعبة، ما ننساش ان هو خلصنا من حكم الاخوان بالمواقف الحزمة اللي هو عملها معانا، انقذ البلد. أي. طبعا اي انسان بياخد قرارات لازم بيبقى فيه حاجات يعني محل جدل شويه من الشعب، راضي او مش راضي، ده شيء طبيعي. حضرتك من الناس المتفائله يعني؟ مش متفائله جدا. وانا يعني طبعا مؤسسات الدوله مش هقول ان الفانكشن بتاعها 100%. احنا مؤسسات الدوله عندنا برلمان وعندنا سلطه تنفيذيه اللي هي الحكومه. الحكومه مش قادره اقول ان كل الوزراء يعني بيقدموا المهام المطلوبه منهم كما ينبغي. بالنسبه للبرلمان بتاعنا، البرلمان بتاعنا لازم نعرف ان هو يعتبر اول برلمان فعلا حقيقي بعد الثوره. الوجوه اللي موجوده فيها اغلبها وجوه جديده، ما عندهمش عمل البرلماني، ما عندهمش خبره العمل البرلماني. فطبعا اللي احنا شايفينه ده القصور في ممارسة المهام بتاعتهم سواء تشريعية أو رقابية، لأن ما فيش خبرة. يعني أنا بوجه الكلام ده لكل النواب، قليلين جدا النواب اللي هم عندهم خبرة. يعني احنا نقول لسه يمكن بقيت الدورة، محتاجين شغل، محتاجين تنظيم، محتاجين كل مؤسسة في الدولة وكل مسؤول يشتغل. إن شاء الله يبقى الوضع البرلماني الأداء بتاعه أفضل بكتير من دلوقتي إن شاء الله. باكي، انا اللي اعرفه ان ماما بتجيد تماما اللغه الانجليزيه، ده ساعدها في عمل الترجمه. انت كمان بتجيدي اللغه الحمد لله. لكن كوظيفيا بقى وطموح، كنت مهتمه ان انت يبقى عندك برضه حلم زي ماما وتحققيه، تسعى لتحقيقه؟ الى حد كبير طبعا بحاول. كان ايه؟ انا طموحي منقسم لقسمين، القسم الاولاني اولادي، ان انا يعني انا عندي طموح كبير ليهم ان هم يبقوا حاجه لما يكبروا ان شاء الله، وده واخد جزء من حياتي. حاجه كبيره قوي على فكره، يعني دور ومسؤوليه كبيره يعني. بالظبط. انا حاسه ان لكن على المستوى المهني بقى بالنسبه لي انا الى حد ما بعمل في مجال التدريس برضو، لان انا بدرس كمبيوتر في احدى الشركات الكبيره. بتشتغل يعني؟ انا بشتغل. ياسين وعمر ما عطلوكيش يعني، حاولتي توفقي؟ انا بحاول على قد ما اقدر طبعا اوفق. طبعا هم ليهم الاولويه في حياتي، بس في نفس الوقت بحاول ان انا يبقى لي كاريري، لان انا عارفه ان في يوم من الايام انا كاريري دوت هحتاج له يعني. ونجاح ماما قوي ده ما كانش عائق؟ احيانا بيبقى بالنسبه للاولاد بيحطوا نفسهم دايما في وضع مقارنه، بيبقى لود، بيبقى حمل، واحيانا بيبقى دافع وقدوه. اكيد نجاح ماما بالنسبه لي كان قدوه وكان دافع. انا شفت ان هي قدرت بالرغم من انها يعني اترملت في سن صغيره قوي، انا شفت انها قدرت ازاي تقف على رجلها وتكمل وما وقفتش. وده بالنسبه لي طبعا مش حاجه بسيطه. بتقوي يعني نفسك بيها يعني كتير جدا. تفتكري جدا تاريخها وعملت ايه وكفاحها طبعا، لان انا كنت معاها في كل لحظه، انا شفت ده بعيني في كل لحظه، شفت هي عملت ايه، ومقدره جدا اللي هي عملت. لا، في لحظات فاتتك لان هي بدات وانت عندك 3 سنين، ففي لحظات فاتتك في النص او في الاول. انا افتكر يعني كل حاجه على قد ما ذاكرتي تجيبني. انا افتكر ماما وهي بتجهز رساله الدكتوراه بتاعتها، وكانت بتقعد تذاكر معايا يعني، انا وانا بذاكر للمدرسه كانت بتبقى قاعده قدامي بتذاكر هي كمان. دي اكيد مش حاجه بسيطه لاي بنت تشوفها وهي صغيره يعني. اي، وبعدين ماما عملت حاجه حلوه قوي انها تكون موجوده في البني ادم، وهو ان هو مش يقيد نفسه. بدا في طريق مثلا، انت بداتي ترجمه، مش ضروري بقى اكمل في نفس الطريق لو ما لقيتش نفسي، او لو لقيت ان انا مش بحقق فيه تقدم. حضرتك عملتي كده، انت غيرتي المجال الوظيفي خالص خالص خالص. طبعا يعني عايزه دي حاجه يمكن من خلال البرنامج بتاع حضرتك احب ان انا ابرزها والقي عليها الضوء، ان لازم الاسر تهتم جدا 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 بتعليم لغه لاولادهم.
اللغه بتفرق كتير قوي قوي. انا بالنسبه لي فرقت كتير لاني انا يعني مدرستي طبعا كانت امريكان ومش عايزه اقول الاسم يعني. فطبعا قضيت فيها من اول حضانه لغايه ثانويه عامه. وبعد كده اثناء وجودي في الجامعه اخذت دبلوم الترجمه فوريا. فكل حياتي الوظيفيه كانت في مكتب الرئاسه. يعني بالنسبه بدات بوزاره الثقافه اشتغلت هناك العلاقات الخارجيه اللي ليها علاقه بالاجانب كانت في الزمالك. بعد كده اتنقلت لمكتب وزير الاعلام. اشتغلت فتره طويله مع مكتب وزير الاعلام وبعدين اتنقلت لمكتب وزير الدوله للشعب والشورى. كل ده كنت مترجمه. وطبعا لاني شغفي بالعلم وشغفي بالقرايه وكده عملت الماجستير. وما كنتش متصوره بقى ان الموضوع هيوصل لدرجه جامعه يعني وتدريس في الجامعه وكده، لكن هي بتيجي كده. خاصه لما حد بيديك الفرصه وبتلاقي ان انت جواكي ما فيش اي مانع ان انا اجرب وان انا حابه ان انا اكون كده. انا بالنسبه اصل عشان انت تدرسي لازم تكوني بتحبي التدريس. يعني التدريس ده مش مجرد مهنه. لا بالظبط، حضرتك بتعشقيه. بتحبي التدريس وتكون عندك موهبه التدريس. موهبه انك انت تقفي مع الطلبه وتتكلمي وتبسطي المعلومه. شايفه ان التدريس موهبه؟ مش اي حد. مش كل الناس بتنجح في لازم يبقى صح. ايه الصفات الاساسيه يعني حضرتك؟ زي ما بقول لحضرتك مهما تكون المعلومه صعبه جدا عندك القدره انك انت تبسطيها وتوصليها للطلبه. يعني انا حريصه ان انا على لما بخلص المحاضره ان الطلبه بيكونوا فاهمين انا قلت ايه عن طريق الاسئله، وتدي فرصه للمشاركه وان الناس تقوم ترد تساليهم اسئله ويردوا عليكي، يسترجعوا الكلام اللي انت قلتيه مره تانية، تسمعي رايهم بالنسبه للقضيه من القضايا اللي انا بطرحها في المحاضره. دي كلها بتشد الطالب للمحاضره. ايوه، وبتشد الطالب للعلم. سعدت بلقائك وسعيدة أن أنا أقدم دايما نماذج ناجحة ونماذج مشرفة للأسر المصرية، للست والأم المصرية الطموحة الناجحة القوية. فسعيدة بيك يا فاكي برضو. عمرو وياسين نورتونا. تسمحيلي قبل ما أنهي البرنامج، في اسم غالي عندي علي قوي قوي ولعب في حياتي دور كبير جدا، وما اقدرش ان انا اكون في الموقف بتاع النهارده وما اذكرش اسمه. استاذي دكتور علي الدين هلال. طبعا استاذي في الكليه، ماجستير ودكتوراه. بالنسبه لي يعتبر قدوه، بالنسبه لي يعتبر رمز. لعب دور كبير جدا في حياتي، وكانت علاقتنا بيه مش علاقه استاذ هو. على فكره طريقه تدريسي خدتها منه، لانه هو عمره ما كان استاذ لينا فقط. كان استاذ واخ وكل وصديق. وانا بحييه من خلال البرنامج. جميل ان حضرتك يبقى عندك العرفان والاخلاص لشخصيات لعبت دور أكيد في حياتك. أكيد. وجميل قوي ان الواحد يبقى عنده شخصيات قيمه كده وجهته في حياته ولعبت دور قوي، لان مش اي حد يبقى عنده الفرصه دي حقيقي. فبهنيكي مره تانية وبشكرك. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء في نفس ميعادنا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من بيت العيلة. شكرا وإلى اللقاء.